أهلا بكم. قالت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية إن الأرصدة المجمدة في المصارف الحكومية قادرة على سد عجز الموازنة للعام المقبل دون الذهاب نحو الاقتراض الخارجي. وأضاف عضو اللجنة النائب محمد كريم أن الحكومة بإمكانها اللجوء إلى الأموال الداخلية لسد عجز الموازنة لتجنب ارتفاع الديون الخارجية على العراق، إلا أن خشية المواطنين من قضية الاستثمار وعدم وجود الضمان الحكومي لها في حال خصصت للمشاريع يحول دون ذلك. وكانت اللجنة قد كشفت في وقت سابق عن وجود عجز كبير في موازنة 2020 يصل إلى 72 تريليون دينار مقارنة ب 27 تريليون في العام الحالي. أكد النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي وجود عمليات تهريب للعملة وإدخال بضائع فاسدة من خلال مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي. وقال فرات التميمي إن أحد ملفات الفساد الأربعين التي قدمها رئيس الوزراء خلال حديثه عن أكبر ملفات الفساد هو ملف مزاد العملة وتهريبها خارج البلد، مبينا أن مزاد العملة هو تجارة خارجية يذهب البعض منها باتجاه تبييض العملة وغسيل الأموال. وأضاف أن هناك إثباتات بالدليل القاطع بوجود عمليات تهريب للعملة وإدخال لبضائع فاسدة وغيرها من الفواتير المزورة لبضائع لم تدخل البلد أصلاً من خلال مزاد العملة. ارتفع حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر حزيران الفائت بنسبة 30.94% على أساس سنوي. وبحسب بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية فقد زادت حيازة العراق من السندات الأمريكية إلى مستوى 34.7 مليون دولار مقارنة ب 26 مليار ونصف المليار دولار في شهر حزيران من عام 2018. وزادت ملكية العراق من السندات الأمريكية منذ بداية العام الجاري بنحو 100 مليون دولار مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 34 مليارا و600 مليون دولار. أكد مصدر في وزارة المالية استئناف صرف حكومة بغداد رواتب وموظفي كردستان العراق بدءا من يوم الأحد. وأضاف المصدر أن توزيع رواتب موظفي كردستان العراق لشهر أيار المنصرم يستأنف الأحد وعلى مدى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل بتوزيع رواتب جميع الوزارات التي لم تستلم قبل عيد الأضحى. بدأت السلطات الحكومية بحملة لترحيل العمال البنغلاديشيين المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن مديرية شؤون الإقامة أجرت حملة تفتيشية في مناطق بغداد تم خلالها القبض على المخالفين لشروط الإقامة من بنغلاديش، حيث سيتم إبعادهم من العراق وفق الشروط القانونية. وتستضيف العديد من محافظات العراق على مدى الأعوام الأخيرة الآلاف من العمال الآسيويين وخاصة من بنغلاديش، حيث يعملون في وظائف خدمية وتجارية دون وجود ضوابط حكومية تنظم وجود العمالة الأجنبية، الأمر الذي انعكس سلبا على العمالة المحلية. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.